أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في صدى أقلام جديد، نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف العراقية والدولية، ونبدأ من أهم العناوين. نقرأ في المدى: رقعة الاحتجاجات تتسع في واسط، وموظفو القرار 315 يغلقون دوائر البلدية. ونقرأ في العرب اللندني: الحكومة العراقية تحاول إخماد شرارة انتفاضة ثانية بصدد الانطلاق من الناصرية. ونطالع في الزمان: العراق يدخل دائرة الخطر عقب تسجيل 7300 إصابة بكورونا. وجاء في ذهيل: قانون مكافحة الإرهاب المدعوم من بايدن يعقد العلاقات الأمريكية الفلسطينية. نقرأ في القدس العربي: اشتباكات على الحدود بين السودان وأثيوبيا. ونتصفح في العربي الجديد: السلطات التركية تصادر ممتلكات 377 شخصا بينهم جولان. وأخيرا وليس آخرا، جاء في عربي: 21 شهيد وجريحة بالقدس واعتقال مرشح لحماس بالضفة. أهلا بكم. جاء في المدى العمود الثامن: حيث حفل القصاص من حسون مؤلم وقاسم. هذا الحفل، هذا الإصرار على السخرية من العراقيين حين يحاول البعض أن ينسى فضيحة قتل أكثر من 700 متظاهر وجرح أكثر من 10,000، ليصدر قرار بحبس الشاب حسوني الذي شارك بتظاهرات ذي قار لمدة عامين. والحجة أن هذا الشاب الذي لا يملك من الدنيا سوى ملابسه المتسخة تعدى على حرمة مؤسسات الدولة وأرهابها. مقال الكاتب علي حسين نشرته صحيفة المدى، لنستمع إلى جزء منها. قتل 700 مواطن أمر قليل الأهمية، خطف المتظاهرين من بيوتهم وتغييبهم أمر قليل الشأن، لكن أن يتظاهر إنسان جائع ومهمل فهذا الأمر من الكبائر. أثناء احتجاجات تشرين جرت وقائع وأحداث كثيرة أعادت إلى الأذهان أساليب القتل والخطف التي تمارسها الحكومات المستبدة. سيقول البعض إن هذه حالات فردية متناثرة هنا وهناك، ونقول إنها رسائل رعب أرسلتها بعض الجهات لكل من يختلف مع منهجها التسلطي. ولهذا لن يكون مفاجئاً أو غريباً أن يسمح لجميل الشمري بعد مجزرة الناصرية أن يتبختر داخل وزارة الدفاع. ماذا تسمي مثل هذه التصرفات؟ البعض سيقول إهمال، وأنا أسميها غباءً واستبداداً حين يعتقد من بيدهم أمور الناس أنهم قادرون على إرهاب المواطنين. ظل الناس ينتظرون أن يروا أمامهم مسؤولاً يتعامل على مسافة واحدة مع الجميع، مسؤولاً شعاره العدالة أولاً، لكنهم وجدوا أنفسهم أمام عقليات خربة تتعامل مع المواطن باعتباره عدواً وعميلاً يجب اجتثاثه. كان الناس يريدون مسؤولين يعبرون بالبلاد من عصر الفساد والقمع إلى عصر الحريات، فوجدوا أمامهم مسؤولين يريدون إعادة العراق إلى زمن القرون الوسطى، وأن نبقى جميعاً نعيش عصر الشعوب الخانعة التي تحكم بقوانين قرقوشية. وحول حفل القصاص من حسوني يقول الكاتب اليوم، ونحن نقرأ خبر الحكم على المتظاهر حسوني في الوقت الذي يتم فيه تكريم جميل الشمري المتهم بمجزرة الناصرية، فإننا نجد أنفسنا أمام عملية ممنهجة تماما لاستعادة ممارسات التسلط على الناس. نطالع في صحيفة القدس العربي: للمرة الثانية منذ الاحتلال في عام 2003 يبرز بعض الاهتمام التوثيقي بالعدالة الانتقالية بالعراق من خلال إطلاق تقرير العدالة الانتقالية في العراق الذاكرة وأفق المستقبل من قبل منظمة أفق للتنمية البشرية ومؤسسة فريدريش إيربت الألمانية. حول التقرير كتبت هيفاء زنجنة في صحيفة القدس العربي.
إن توسيع حقب الانتهاكات، وهي مهمة ليست سهلة، تستدعي تقييم كيفية تطبيق العدالة الانتقالية لضحايا الحقبة الحالية الممتدة بلا تحديد زمني قانوني، مما يتطلب الإجابة على السؤال الأهم أولاً، وهو هل ما تم العمل به هو عدالة انتقالية فعلاً؟ تدل مراجعة عمل المؤسسات التي استحدثت وآليات التطبيق على أن العدالة الانتقالية تحولت ضمن التجربة العراقية إلى عدالة انتقالية انتقامية، تمركزت حول احتكار الحقيقة من قبل السلطة والجهات الرسمية وانتقائية الضحايا وكتم أنفاس الحقيقة بما يسمى جبر الضرر، حيث أسست اللجان والمؤسسات بدون تشريع قانوني أو مشاركة الشعب عبر منظمات المجتمع الأهلي والمدني أو تشكيل لجان حقيقية بإمكانها توثيق سردية الانتهاكات من اعتقال وتعذيب وقتل بشكل محايد بعيداً عن التضخيم والتخيل وروح الانتقام لئلا يتم تكرارها مستقبلاً. ينتهي التقرير بقائمة تشخيص وتوصيات طويلة توحي للقارئ بأنها محاولة لضخ الحياة في تجربة أخفقت بقوة من ناحية تطبيق المفهوم الحقيقي للعدالة، وأسباب الإخفاق معروفة للجميع مهما كان نبل التعابير والمصطلحات المستخدمة، وهي غياب الإرادة السياسية الصادقة وهيمنة روح الانتقام والطائفية والإفلات من العقاب، والأكثر من ذلك هو استشراء منظومة فساد مالي وسياسي وإداري اختزلت تحقيق العدالة بدفع التعويضات فقط ضمن سياسة منهجية لاستقطاب المؤيدين. هنا لابد أن نشير إلى أن من بين الأسباب التي أعاقت تنفيذ العدالة الانتقالية بشكل سليم حسب التقرير، أولاً مأسسة العملية والبلد تحت الاحتلال الأنجلو-أمريكي المسيطر على سلطة القرار التنفيذي والتشريعي فيه دون مشاورة مسبقة مع الشعب العراقي، بل اقتصر عملها على التنسيق مع قوى المعارضة التي تغيرت موازين القوة لصالحها بعد إسقاط النظام السابق. في صحيفة الزمان جاء مقال فيها يرتكز الوطن، أي وطن، على ثلاثة أمور رئيسية: فلاح يغذيه، وجندي يحميه، ومعلم يربيه. هذا هو منطق أي دولة تضع على جدول أولوياتها حقوق هؤلاء المواطنين الثلاثة، وبعدها تأتي فرعيات بنائها وصيانتها وتطوير وجودها. وأي إخلال بهذه المعادلة الثلاثية فإن فرصة البناء الصحيح معرضة إلى الضعف، بل والانهيار حتما. المحاضرون المتطوعون ركيزة أهملت حقوقهم في ظل هذا العصر. هذا مقال للكاتب مارد عبد الحسن الحسون نشرته صحيفة الزمان. إنما يهمني الحديث عنه في هذه المقالة المعلم من زاوية النكسة الإجرائية التي أصابت مجلس النواب عندما صوت على موازنة عام 2021 وأجازها دون أن يهتم بموضوع المعلمين والمدرسين المتطوعين مجاناً لدعم العملية التدريسية. إن هناك بحدود 260 ألف متطوعة ومتطوع في هذا الميدان، وكانت كل الوعود البرلمانية والحكومية والأحزاب قد أكدت بأن قضيتهم ستكون على رأس الميزانية في رصد الأموال اللازمة لتعيينهم على الملاك الدائم أو بعقود، ثم تبين أن كل الوعود التي أعطيت لهم كانت وعوداً تخديرية مزيفة. إن من يقرأ التقارير والأخبار والتصريحات التي نشرت على هامش المناقشات التي جرت لأبواب الموازنة سيجد كم هي كثيرة الإشارات التي أطلقت لرعاية حقوق هؤلاء المحاضرين الذين كانوا يضغطون على أنفسهم رغم شدة الحاجة الاقتصادية التي يعانون منها، ويوالون الحضور إلى المدارس والالتزام الدقيق بواجب تعليم التلاميذ. إن أغلب المعلمات والمعلمين المتطوعين المحاضرين يأتون من مناطق سكناهم البعيدة التزاماً بالدوام، بالرغم من الصعوبات المالية والوقت، وخصوصاً ما تتعرض له
المتطوعات. يقول الكاتب: إن المصادقة البرلمانية على موازنة عام 2021 وصدورها منه جاءت خالية من التخصيصات اللازمة لحقوق المحاضرين المتطوعين، مما يكشف سوء النظرة التي تعاطى بها النواب مع هذا الموضوع الوطني التربوي المهم، أصلاً في حين مرروا أبواباً في الموازنة يمكن حذفها لكنها حصلت على موافقتهم لأنها ترتبط فقط بمصالح وخدمات حزبية. جاء في العرب الجديد عن قناة اسطنبول وحديث الانقلابات في تركيا. كتب عصام عبد الشافي في صحيفة العرب الجديد: وإذا كان النظام التركي قد نجح في مواجهة هذه المحاولات وغيرها مما لم يتم الإعلان عنه سواء سياسياً أو عسكرياً أو اقتصادياً، فإن الخطر يبقى قائماً والتهديد حاضراً وبقوة، خصوصاً مع وجود داعمين ومحركين إقليميين ودوليين. تزيد من خطورة الأمر اعتبارات إقليمية ودولية عريضة ذات صلة بهذا الملف الاستراتيجي، منها أولاً الموقف الأمريكي المتحفظ بل والرافض أحياناً اتفاقية مونترو والساعي إلى تعديلها بما يحقق للقوات الأمريكية فرصاً أكبر في الوصول إلى البحر الأسود، وهو ما ترفضه الحكومة التركية وتعتبر فيها إحياءً للحرب الباردة وتصعيداً للتوتر في المنطقة على حساب أمن شعوبها واستقرارها، وما يستتبعه ذلك من تأزيم للعلاقات مع روسيا الاتحادية. وثانياً تعبير إسرائيل في أكثر من مناسبة أن مشروع القناة يشكل تهديداً استراتيجياً لمصالحها ومصالح حلفائها في المنطقة وتحديداً قبرص واليونان، وأن من شأن المشروع التأثير على إمدادات النفط القادم إلى إسرائيل عبر مضيق البوسفور، كما أنه يزيد من النفوذ الاستراتيجي التركي في البحر الأسود وبحر مرمرة، الأمر الذي يوجب على إسرائيل من وجهة نظر مسؤوليها وحلفائها العمل على التحسب له والوقوف ضد تنفيذه. نطلع في عربي 21. منتصف ليل السبت الفائت أصدرت مجموعة من أميرالات القوات البحرية التركية المتقاعدين بياناً مشتركاً استحث ردات فعل سريعة وحادة على المستويين الرسمي والشعبي، من باب أن البيان حمل تلميحاً أو تلويحاً بانقلاب عسكري، أو عبر على أقل تقدير ربما عن منطق الوصايا على القيادة السياسية المنتخبة من الشعب. حول الموضوع كتب سعيد الحاج في موقع عربي 21 وجاء فيه: الفكرة الرئيسة في بيان الضباط المتقاعدين هو رفض نقاش الخروج من اتفاقية مونترو فضلاً عن قرار بهذا الاتجاه، ولذلك فقد ركز البيان على أهمية الاتفاقية لتركيا بعدها انتصاراً دبلوماسياً مكملاً لاتفاقية لوزان عام 1923. ويعود هذا الجدل إلى حديث صحفي مع رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب قبل أيام بخصوص انسحاب تركيا من اتفاقية اسطنبول لحماية المرأة من العنف بمرسوم رئاسي. فقد سئل شنطوب عن إمكانية خروج تركيا من اتفاقيات دولية أخرى، وذكرت اتفاقية مونترو مثالاً، فكانت إجابته أن الدستور يمنح هذه الصلاحيات للرئيس، ولكن هذا لا يعني أنه سيتخذ قراراً مثل هذا. بعض أطراف المعارضة رأت أن الحديث الصحفي لم يكن عفوياً، وأن العدالة والتنمية يهيئ الأرضية لنقاش الخروج من اتفاقية مونترو خدمة لمشروع قناة اسطنبول، ويبدو أن بيان الضباط يدور في نفس الإطار. إذن في الخلاصة، ليس البيان مؤشراً مباشراً على انقلاب عسكري آخر، لكنه يحمل بين طياته بوضوح رسالة ضغط وربما تحذير للحكومة من المضي قدماً في مشروع قناة اسطنبول، فضلاً عن تفاصيل أخرى، وعلى هذه القاعدة تتصرف الحكومة الحالية.
نقرأ في العربية اللندنية: عقبات قبل الانتخابات الفلسطينية وبعدها الانتخابات الفلسطينية، إذا تمت قد تثبت عمليا أن الناتج الأساسي والعقلي والمؤكد هو بقاء حركة فتح في قيادة الحكم في الضفة الغربية واستمرار حركة حماس في السيطرة على قطاع غزة. مقال الكاتب مروان كنفاني في صحيفة العربية اللندنية. العقبة الرئيسية في طريق الانتخابات هي القدس، بالأحرى القدس العربية، ولن يكون الخلاف الحالي حول موافقة إسرائيل للمرة الثالثة منذ أن تم اتفاق السلام الفلسطيني الإسرائيلي بتخصيص 8 مكاتب لانتخاب الفلسطينيين المقيمين في القدس. والتصعيد الجديد في هذا الموضوع هو طلب السلطة الفلسطينية زيادة عدد تلك المكاتب لتصبح 16 مكتباً، بينما جاء التصعيد الإسرائيلي بعدم الرد على المطلب الفلسطيني حتى كتابة هذا المقال. لا قدس، لا انتخابات، شعارات صدرت تقريباً من معظم المسؤولين في الفصائل الفلسطينية بما فيها فتح وحماس، ويضع هذا الخلاف الانتخابات على شفا السقوط الفوري، فيما لو رفضت إسرائيل تخصيص مكاتب الانتخابات أو ربما برفض زيادة عدد المكاتب وفقاً للطلب الفلسطيني. نقطة اللقاء في هذه العقبة التي قد تسلكها الدول المتوسطة بين الطرفين قد تكون موافقة إسرائيل على تخصيص 8 مكاتب وقبول الفلسطينيين لهذا الحل، فهل حل تلك العقبة بهذا الشكل يخل بالتوافق الفلسطيني الذي يبدو متماسكاً؟ يقول الكاتب: تتعرض أيضاً كبرى الفصائل الفلسطينية حركة فتح انقسامات وانشقاقات تمثلت في مسيرات ومظاهرات بعضها مسلح واحتجاجات على نتائج الأسماء المختارة والتوزيع للمناطق وإهمال التدرج الحزبي. وفي خبرنا لهذا اليوم، افتتح وزير الثقافة والإعلام السوداني حمزة بلول في العاصمة الخرطوم معرضاً للفنون التشكيلية عن ثورة 19 من ديسمبر كانون أول 2018. وفي ذلك اليوم اندلعت احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية وأجبرت قيادة الجيش عزل عمر البشير من الرئاسة. ويقام المعرض في نادي الأسرة بمشاركة عشرات الفنانين، ويضم حوالي 100 عمل فني بين لوحات وجداريات ورسومات لصور شهداء الثورة. متابعة ممتعة مع الكاريكاتور. إلى اللقاء.